اكيد يا فارس، ولكن زي ما السوشيال ميديا لها مميزات، اعتقد السوشيال ميديا برضو لها مساوئ. طبعا يا احمد، رد فعل الاحداث اللي حاصله كان فيه تعاطي غريب من بعض الصفحات مع الفكره. الوزير المحترم دكتور اشرف صبحي توجه لمنزل الكابتن محمود الخطيب نتيجه طبعا الظروف الصحيه اللي كان بيمر بيها كابتن محمود الخطيب عشان نخرج بالازمه. احد الصفحات الخاصه بنادي الزمالك بدون ذكرها طبعا لان احنا بنتناول المبدا نفسه، كانت بتتكلم عن فكره التدخل الحكومي. حضرتك لازم تدرك يعني ايه تدخل حكومي لما اتحاد الكوره يكون فيه تقاعس في اداء دوره ويكون فيه المسؤولين الكبار بيحاولوا يقولوا خارطه طريق للخروج من الازمه. ده ملوش علاقه بالتدخل الحكومي، التدخل الحكومي في لوائح كره القدم والقوانين الدوليه الخاصه المنظمه بكره القدم معناه ان اتحاد الكره يخرج باحد القرارات ويجي الدولة يكون لها توجيه تاني وتجبر الاتحاد على تنفيذها لأسباب خاصة، وبيكون كمان ده محل دراسة، مش ان انا اخد صورة للسيد الوزير وهو قاعد في منزل كابتن محمود الخطيب يبقى ده تدخل حكومي. لو انت مفهومك اتضيق جدا بالمستوى ده فصدقني الموضوع لا يمكن تناوله بأكتر من السخرية. لا، والموضوع كمان انت عارف يعني ايه تدخل حكومي؟ تدخل حكومي ده يعني ممكن يطلع قرارات بتجميد النشاط. يعني هل انت مستعد للدرجات دي مش تفكر فارق معاهم يا احمد تجمد النشاط في مصر وتجمد نشاط الكوره في مصر على اساس تقول تدخل حكومي ومش تدخل حكومي؟ لكن الحقيقه وهنا برضو بنرجع لفكره المسؤولين، لما نيجي في وقت من الاوقات نقول اصل مصر فيها ظروف غير امنه فعشان كده ما سددناش مستحقات، فلازم اتوقع من الجماهير انها تصدر منها حاجات زي دي، ولكن نتمنى اصلاح هذه السلبيات ونتمنى زي ما قلنا تبقى منافسة داخل الملعب فقط لا غير. الحقيقة كمان استكمالا لموضوع الأخلاقيات، بعض الإعلاميين ربما نكون على اختلاف في بعض وجهات النظر معهم، ولكن لما يتم التعرض ليهم بالإساءة لازم ندعم موقفهم، خاصة الكابتن هاني حتحوت الأستاذ إبراهيم فايق. لينا خلافات كتير انا وفارس ممكن في وجهات النظر كتير، ربما كمان الانتماء مختلف اهلاويه وزملكاويه، لكن في النهايه طالما في مقدم برامج بيقدم وجهة نظره او بيعرض وجهة نظره دون تطاول او تجاوز او خروج عن النص، ما نسمحش ان اي حد من عناصر المنظومة يتطاول او يتجاوز، لان لو سمحنا النهارده في ليهم هنسمح بعد كده لانفسنا، وكده بالظبط زي فكرة اكلنا يوم اكل الثور الابيض. بالظبط، انت بتسجل في مرماك. اي حد يا جماعه المنظومه دلوقتي ان لم تتكاتف وتدرك ده جيدا وان احنا في ميثاق رياضي حتى لو غير معلن كلنا بنتفق حواليه، اي واحد بيتفرج دلوقتي وساكت وبيقول ان المشكله مش معايا صدقني سياتي دورك. بالظبط، وعشان كده احنا اتكلمنا عن الناس حتى خارج القناه، طبعا كل التضامن اصل بديهيات ان انت اي حد في تطاول او تجاوز على اي حد داخل القناه، كابتن اسلام الشاطر، باشمهندس سعد لقيا، استاذ ابراهيم المنيسي، اي حد هنا داخل القناه طبيعي ان احنا نتضامن معاه، لكن احنا كمان بنقول لا، ده احنا بنتضامن مع المختلفين معاهم في وجهات النظر، وبنطالب ان لابد من احترام كل مقدم البرامج وكل احد في مهنته لابد من احترامه، ويكون المحور دايما المحتوى مش التطاول على الشخص او التجاوز على الشخص. نتمنى تكون الرساله وصلت، ويتمنى يكون دعمنا او تضامننا مع الاستاذ هاني حتحوت والاستاذ ابراهيم فايق.